السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل زيت المستكة. مضطرة أعمل لكم زيت المستكة عشان ما بتشتروا، ونعمله بإيدنا، راح نحتاجه بماسكاتنا اللي يعني اللي جاية. وكتير هو كمان كويس للبشرة وللجسم، كمان هو كتير كويس يعني لشد البشرة، وكتير كويس كمان لشد الجسم وترهلات الجسم، وحتى ترهلات الصدر البطن كتير كويس. انا راح اسوي يعني كتير قليل، يعني لاني ما عندي مستكة كثير وما مشتريه، وانا جابوا ليها من عمان بعلبة كلش صغيرة، ما توقعت هيك موجودة هي عندنا بالمانيا، ان شاء الله بشتري وبسوي يعني اللي هي كمية كبيرة. زيت المستكة كتير بسيط وما راح يحتاج ولا اشي. راح نحتاج حمام مريم، انا هون حاطة مية سخنة قاعدة تغلي، وعندكم اي اشي، انا عندي دلة كتير صغيرة. راح تاخذون تقريبا ملعقة، راح نحتاج ملعقة من المستكة المطحونة، تاخذون ملعقة مع الأكل من المستكة المطحونة. طلعوا، أنا هون أخذت ملعقة كلش قليلة، طيب، من المستكة المطحونة. أنا اليوم اضطريت أغير مكاني عشان بورجيكم كل شيء، لأن شايفتكم بتحكولي يعني ما فاهمين كويس من اسوي الفيديو مو قدامكم، فاضطريت لحد ما اشتري كاميرا انا مضطره اصور دائما على كيف احكي لكم، اصور دائما انا يعني بالتليفون تبعتي، ما عندي يعني كاميرا. ان شاء الله هاي خليت ملعقه اكل من هذه الملعقه، ملعقه اكل من المستكه، كلكم تعرفون المستكه، ملعقه اكل. وراح نحتاج كمان زيت، انا ما راح اسوي كثير، راح اسوي كميه كلش قليله، يعني ملعقه مال اكل. راح نحتاج هذه القزازه، انا مسويتها تقريبا نصها راح اسوي، طيب نصها يعني ملعقه اكل بدها تقريبا، حسبكم اياها بالملعقه الكبيره، نشوف ايش قد تحتاج. شو اسمها هاي ملعقه من الزيت، زيت راح نحط كيف كوب زيت الدوار الشمس، تقدروا هاي اثنين، هاي ثلاث، استنوا، وهذه أربعة، هذه خمسة، وهذه ستة، طيب، وهذه سبعة، سبع ملاعق حطيت من زيت. تقدروا تحطوا زيت عباد الشمس أو زيت اللوز، زيت اللوز الحلو. طيب، وتخلوه هيك على النار، تخلوه لحد ما بدي اياه يغلي هيك تقريبا على نار، هيك بدي اوطيها شويه نار هاديه، طيب بدكم يعني تقريبا هيك سبع ثمان دقائق. انا راح اضطر يعني اسيبكم وبعدين ارجع لكم. قلت لكم بعد مرور تقريبا سبع دقائق يعني خليت الماء المغلي طيب يغلي، وخليت الدلة فيها ملعقة أكل من المستكة وتقريبا سبع أو ثمان ملاعق أكل كبيرة زيت اللوز الحلو أو زيت عباد الشمس زي ما عندكم. زيت الزيتون ما بينفع لأنه تقيل كثير، وإحنا بدنا نستفاد من المستكة، بدنا إياها تطلع طبيعية كلش سهلة وما بدها أي غلبة، يعني تخلوها هيك لحد ما تذوب المستكة ويا الزيت. بعد ما ذابت المستكة مع الزيت شو راح نعمل؟ بتجيبوا أي علبة عندكم، أنا عندي هذه أي علبة دواء إشي، تغسلوها نظيفة وبدنا هيك يكون اللون تبعتها، إذا ما عندكم هيك لون تقدروا تغطوها بالسلوفان. طيب شو راح أسوي هسه بعد ما مضت زي ما حكيت لكم سبع دقايق عليها؟ راح نصفي كل المستكة، الزيت تبعت المستكة، وين حنصفيه؟ نحاول ان نخلطها زي ما انتم شايفين انا كيف قاعد اخلط، بدنا لان يمكن يبقى قليل من المستكة لاصق، يعني
تحت، فبدنا كله نطلعه، ما بدنا اياه يظل. طيب طلعوا، انا هاي موجود بدي كله اطلعه عشان استفاد منه. المهم بعد ما سويته هيك راح تاخذوا اي هيك وتحطوه بالبت قزاز عندكم. طلعوا قديش حلو قديش سوى عندي. هذا يطلع على فكرة مركز صدقوني 100%، ويعني ما راح تحتاجوا تشتروه من برا، ويطلع مغشوش وغالي. خلطة كثير حلوة وراح نحتاجها بكثير. ماسكات نسويها للوجه كثير كويس وكثير منيح للوجه. هذا الزيت كثير منيح للبشرة، وحتى نقدر نستعمله للشعر. طلعوا بعد حتى شوف قديش فلل عندي، حتى اكثر فلل عندي. انا بعدين انظف هذا المكان. هيك يكون احنا حصلنا على زيت المستكات. طلعوا يعني سوى عندي علبة كاملة حتى شوفوا يعني بلش ينزل عندي. ان شاء الله تعلمتوا كيف نعمل الزيت المستكه، وراح اعيده على السريع. ملعقه اكل من زيت المستكه، العفو من المستكه مطحونه. طيب احنا ليش طحنتها؟ تقدروا انتم تطحنوها، بس انا طحنتها عشان السرعه. مع سبعه او ثمانيه حسب القزازه اللي عندكم. انا يمكن حطيت سبعه. طيب 7 ملاعق اكل. طيب وتخلوها على نار بحمام مريم 7 دقائق، وبعدين تطفوا عليها وتحطوه بعلبة وتسيبوه، ما بتسكروه، بس يبرد تسكروه وتظلوا كما ما بدكم كل يومية لمدة 4 أيام. كل يومية تحركوا، يومي تحركوا. وبدي اياكم يا ريت تعملوا له ثاني يوم كمان حمام مريم. هي هاي العلبة كلها شيلوها وتحطوها بحمام مريم. طيب مرة واحدة بدنا كمان نسوي لها حمام مريم زي هاي الطريقة. نخلي المي يصير مغلي، يغلي المي، بعديها نطفي المي ونحط العلبة هون لحد ما يبرد ونسكره خلاص، وتقدرون تستعملوه. ان شاء الله تكون الطريقة واضحة ومو مغلبة ومو مكلفة كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من عندكم كمان تعملوا لي لايك وشير على قناتي، وتدعسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. ومع السلامة.